أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فاغنغوت. وفي حديث آخر: فبلغ فلا جمعة له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. شنو قدير نعم.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين لنعمائه المقرين بفضله وعطائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات في الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. عباد الله، موضوع كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن فضل العلم والتعلم والتعليم، عن فضل هذه النعمة العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها بني الإنسان، وميز الله عز وجل بها آدم عليه الصلاة والسلام، حيث علمه الأسماء كلها، وكان ذلك تمييزا وتشريفا له على ملائكة الرحمن، وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما، ولم يأمره أن يستزيد من شيء آخر من أمور الدنيا ومما يتمتع به الإنسان في هذه الحياة. كيف لا والله سبحانه وتعالى امتن علينا جميعا بقوله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى جعل لنا السمع والبصر والفؤاد من أجل أن نشكره، يعني لا يكون شاكرا لنعماء الله عز وجل إلا عالما بها، ولا يكون الإنسان عالما بالنعمة إلا إذا كان عالما بالمنعم سبحانه وتعالى، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لم يقل هذا من فضل ربي وسكت، ولكنه يعلم أن من وراء هذا الفضل مسؤولية، أن من وراء هذا الفضل امتنان، وأنه يجب عليه أن يشكر البارئ جل وعلا سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على فضل العلم وشرفه، وعلى فضل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أقتصر منها على ما يتسع له الوقت. من ذلك حديثنا الذي افتتحنا به الكلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. معلوم أن سلعة الله غالية، وسلعة الله الجنة، ولكن بابها العلم، لأنها لا تنال الجنة إلا بالطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى، ولا عبودية ولا طاعة إلا بالعلم، إلا إذا كنت متسلحا بالعلم. فلا تصلي إلا بعلم، ولا تزكي إلا بعلم، ولا تحج إلا بعلم، ولا تصوم إلا بعلم. لا يمكن أن تمارس عملا من الأعمال حتى تكون عالما به، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، كما يقول ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه. ثانيا، بالعلم يعرف الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله هي رأس العلم، فكل علم في الدنيا منبثق من العلم الأول الذي هو معرفة الله. فمن عرف الله عز وجل فقد أخذ برأس العلم، وأخذ بلب العلم وعماده الذي يقوم عليه.
يقول الباري جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بين شهادته هو، وما أدراك ما شهادة الله عز وجل، وشهادة الملائكة المقربين المكرمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وشهادة أهل العلم له سبحانه وتعالى بالقيومية بالقسط، له سبحانه وتعالى بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم في الدرجة الثالثة. قرنهم الله عز وجل في هذه الشهادة مبينا بذلك فضل العلم على أصحابه وأهله. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال له: أية آية عندك أعظم في كتاب الله عز وجل؟ يعني أنت تحفظ القرآن، أبي بن كعب من القراء الذين حفظوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ما هي أعظم آية عندك؟ وفي القرآن أكثر من 6000 حديث، من 6000 آية، ما هي أعظم هذه 6000 آية؟ فقال له أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، الآية آية الكرسي التي نحفظها جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وضرب بصدره: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، أي هنيئا لك العلم، فقد حزت العلم كله عندما تدرك أن هذه الآية آية الكرسي التي هي صفة الله عز وجل هي أعظم آية في كتاب الله تعالى. من فضل العلم كذلك أن الله سبحانه وتعالى اشترط في قبول العبادة والتوحيد العلم أولا، فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم. وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، أي قبل أن تقول شيئا وقبل أن تفعل شيئا لا بد من أن تعلم حكم الله فيه. فقال: باب العلم قبل القول والعمل، وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومما يميز به أهل العلم كذلك أن الله عز وجل يرفع درجاتهم. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم، الله عز وجل يرفع أهل الإيمان على غيرهم من الناس وينزلهم منازل عالية يوم القيامة، ويرفع من بينهم ومن وسطهم وفي بحبوحتهم أهل العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لماذا الذين أوتوا العلم مميزون عن أهل الإيمان وهم منهم؟ لأنهم قادتهم، لأنهم معلموهم، لأنهم مربوهم، لأنهم هم الذين يأخذون بأيديهم إلى كل خير، هم الذين يجنبونهم كل شر وضير. وبالعلم تحصل خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا رأيت شخصا ليست فيه خشية الله فاعلم أن علمه قليل أو منعدم. إذا رأيت شخصا يعصي الله عز وجل فاعلم أن علمه بالله عز وجل إما ضعيف جدا وإما منعدم، لأنه لو علم الله عز وجل لخافه واتقاه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأنا أتقاكم له. أنا أعلمكم بالعلم والتقوى، أنا أعلمكم بالله وأنا أتقاكم له. فبقدر علمك بالله عز وجل تخشاه، وبقدر جهلك بالله عز وجل تعصيه. فانظر في أي الصفين أنت. من فضائل العلم كذلك ومميزاته أنه ميراث النبوات، ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.
فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فالذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كانت بنو إسرائيل تسوسه الأنبياء، فإذا مات نبي قام نبي. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطعت النبوات وانقطعت الرسالات وكان في الوحيين الكتاب والسنة كفاية للإنسانية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تولى العلماء مهمة الأنبياء في تبليغ الوحي في تبليغ الكتاب والسنة، تولى العلماء هذه الأم هذه المهمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، لأن أنبياء بني إسرائيل يبلغون رسالات الرسل منهم، وعلماء الأمة يبلغون رسالات النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان طلب العلم فريضة وعبادة، فالذي يطلب العلم ويرحل من جله والذي يعلم العلم فكلاهما مجتهدان في عبادة عظيمة من العبادات. كان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في درس من الدروس فأقيمت الصلاة، فقال لتلامذته: قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. والله ليست الصلاة بأفرض من العلم، ولكن لها وقت محدود، يعني أن العلم فريضة الذي هم فيه، والصلاة التي قاموا إليها فريضة أخرى، ولكن وقت الصلاة محدد، بمعنى قوموا إلى الصلاة وهي فريضة، ونعود بعد ذلك إلى العلم وهو فريضة أخرى. عباد الله، بالعلم تبنى الحضارات، بالعلم تتقدم الأمم، بالعلم يكون الازدهار والانتصار، بالعلم يتقدم المجتمع وتتقدم الأمة ويعز الوطن في جميع الميادين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل عبد قال آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، إذا كان للعلم هذه المنزلة وهذه المزية في الكتاب والسنة وفي حياة الأمم، فإنه في الوقت نفسه مسؤولية وتكليف. فالعلماء مسؤولون، والأساتذة والمعلمون مسؤولون، والمربون مسؤولون، كيف لا يكونوا مسؤولين وهم تقلدوا أعظم المناصب وأجلها، ألا وهي تزكية الأمم وتعليمها، وهي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها البارئ جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية وهي التربية، لأن التربية في اللغة تعني ماذا؟ تعني التنمية. ربى فلان الشيء يربيه، بمعنى نماه، والمربي ينمي مدارك ومكاسب المربى، مكاسب الطفل الموجود أمام التلميذ الطالب الموجود أمامه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كان كأنما وضعها في كف الرحمن فيربيها له، بمعنى ينميها، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل الجبل. فكذلك المربي يربي طفلا صغيرا حتى يكون عالما مثله أو أعلى، حتى يكون منتجا مثله أو أكثر. وهنا تكمن المسؤولية، كيف لا تكون هذه المسؤولية في هذا المستوى ونحن أمة إقره. أول كلمة افتتح بها جبريل عليه الصلاة والسلام باب السماء إلى الأرض على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي كلمة إقرأ. كيف تكون أمة إقرأ جاهلة، أمة أمية، أمة تبتعد عن العلم، أمة تزهد من العلم،
وقد توقف العلماء كثيرا على هذه الجملة، على كلمة اقرأ، وقالوا وتساءلوا أين مفعولها، لأن لكل فعل متعد مفعولا، فأين مفعول اقرأ في المنظور والمسطور، أين مفعول اقرأ في التلاوة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يذكر هناك مفعول. أين المفعول في حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته اقرأ وهو في غار حراء ولم يكن له كتاب ولم يكن تعلم القراءة والكتابة، ما هو المفعول، ما هو المقروء؟ فمن العلماء من قال اقرأ ما سينزل عليك، اقرأ ما سينزل، إذن المفعول لم يأتي بعد. ومنهم من قال اقرأ الكون المنظور، أي تأمل في ملكوت الله عز وجل، وهذه قراءة أخرى، إما قراءة في الكتاب المنظور وإما قراءة في الكتاب المتلو في القرآن الكريم، وهذان المعنيان صحيحان، ولكن المعنى أعم وأعظم وأجل من ذلك كله، لأن من فصاحة البلاغة العربية إذا أراد المتكلم أن يركز على الفعل دون المفعول اقتصر عليه وحذف المفعول. فالقراءة في حد ذاتها شريفة بغض النظر عن المقروء، بغض النظر عن المفعول، اقرأ واقرأ واقرأ بغض النظر عما ستقرأ، لأن المهم هو التركيز على القراءة، كما نقول مثلا، كما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم هو يحيي ويميت، يحيي من ويميت من، أين المفعول؟ ليس المهم، المهم في هذه العبارة هو أنه يحيي ويميت، هو أنه متصف بهذه الصفة بصفات الإماتة والإحياء، فكذلك المهم أن تكون متصفا بصفة القراءة، أن تكون قارئا. وإذا جل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم شخص وتعلم ما تيسر من القرآن الكريم سموه قارئا، سموه قارئا، قبل أن تكون هناك مصطلحات المشيخة ومصطلحات الفقه ومصطلحات أخرى كالمحدث والأصولي وغير ذلك، فالعلماء من الصحابة يعرفون بالقراء انطلاقا من هذه الكلمة ومن هذه الآية. إذن فمسؤولية الأساتذة والمربين هو محاربة الجهل وتنمية أبناء الأمة، ومسؤوليتهم في التعليم والتربية أن يخلقوا أبناء الأمة، أن يخلقوا أبناء هذا الشعب، يخلقوهم بمكارم الأخلاق، بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أن يغرس الأستاذ وأن يغرس المربي وأن يغرس الأب والأم في الطفولة حب الدين، حب الله سبحانه وتعالى، حب القرآن، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الوطن، حب الأمة، حب الشعب، حب الخير للغير، لا أن يغرس فيه الأسى وأن يغرس فيه الحزن وأن يغرس فيه اليأس، وأن يقول له ليس في هذا الوطن ما يسر، فمن كان يقول للتلاميذ هذا الكلام فإنه مضر ولا ينفع ولا تصلح تربيته ولا تصلح، ينبغي أن يعاود النظر في نفسه وأن يصلح نفسه أولا، يجب أن يكون المعلم والمربي والأستاذ والخطيب، حتى لا يكون الخطيب بعيدا عن اللوم والنقد، لا بد أن يكون في مستوى كلامه وخطابه ودعوته إلى الاستقامة ودعوته إلى التخلق بمكارم الأخلاق، إلى التخلق بمبادئ هذه الأمة، لا بد أن نغرس في شبابنا حب وطنهم وأن نعلمهم وأن ندللهم على مقوماته المادية والمعنوية، هناك مقومات لهذا الوطن، مقومات مادية في دينه واختياراته ونظام حكمه، وهناك مقومات أخرى مادية في موقعه الجغرافي حيث اختارنا الله عز وجل أن نكون، فلا بد أن نحبب لأبنائنا هذا الوطن وأن نحبب لأبنائنا هذه الأمة حتى تكون سواعدهم سواعد نافعة، حتى تكون عقولهم عقولا نافعة،
حتى تكون معرفتهم معرفة بناءة. عندئذ نقول نجحنا في تربية أجيالنا، نجحنا في الاستمرار على الخير واجتناب الشر، نجحنا في البناء، نجحنا في بناء الاقتصاد، ونجحنا في بناء الدين، ونجحنا في بناء السياسة، ونجحنا في حماية الوطن، ونجحنا في حماية أبنائنا من هذه الرياح العابرة للقارات، رياح الانترنت، رياح المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي التي تفسد العقول وتنفرد بالأطفال قبل الكبار وتعزلهم عن مجتمعهم وتبث فيهم سموما لا يزيل هذه السموم إلا الخبير ولا ينبئك مثل خبير، إلا الأستاذ القادر على تربية الناشئة. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وحينئذ حدث عن المنجزات ولا حرج، حينئذ حدث عن التقدم وحدث عن الازدهار، حينئذ يكون لك لسان صدق في الآخرين، حينئذ تكون حيا وأنت تحت الثرى. أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يعد من الأحياء وهو عديم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما، بقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الأنصار والمهاجرين وكافة الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تحد بنا عن نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمة الحق والدين، اللهم انصر من قلته أمر عبادك المؤمنين، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، اللهم وفقه للخير وعين عليه، اللهم احفظه في حله وصرحاله وفي حركاته وسكناته وفي جميع أحواله، اللهم أقر عينه بصاحب السمو الملك الأمير الأمجد مولانا الحسن، وشد أزره بشقيقه الرشيد مولانا رشيد وبباقي أفراد أسرته الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وارحم اللهم الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مسواهما واجعلهما في مقعد صدق عندك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، وتوفنا غير خزايا ولا مفتونين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم علمنا ما لم نعلم وانفعنا بما علمتنا، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. رحمه الله، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. تحية الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين.
فاتح الوالدين المحبس، اللهم اغفر لهم وارحمهم، ولن سلطان الله انصر وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير واعنه عليه، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم اصلح به البلاد والعباد، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين اجمعين بجاه النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.